خليني ايضا اخد معانا على التليفون دكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الاصلاح والنهضه. اهلا اهلا اهلا. اهلا وسهلا بيك يوسف بيه. ازي حضرتك يا دكتور هشام؟ حضرتك ايه الاحوال؟ كله تمام؟ كله زي الفل الحمد لله. يمكن في الحاله دي انا هسال سؤال مزدوج متعلق جزء منه بحوار الرئيس النهارده مع اهالينا في مطروح والسلوم وسيدي براني، وازاي شفت هذه الزياره وهذا الحوار المتعلق بالتنميه الشامله في ربوع الجمهوريه، ومن ناحيه تانية ايضا رفع جزء كبير من مخرجات الحوار الوطني وتوصياته الى فخامه الرئيس. هو النهارده عندنا حدثين مهمين. الحدث الاول زياره سياده الرئيس لمنطقه مطروح، ودايما سياده الرئيس معودنا ان هو بالنسبه له قريب الصله من المواطن، قريب الصله من شعبه. النهارده اللقاء كان اكثر من رائع، قريب السماع للناس، الكلام بصوره فيها نوع من انواع الصراحه التي تعودنا عليها من سيادته. في قرب، احنا فعلا بنواجه تحديات، بس احنا ان شاء الله قدها. احنا عدينا حاجات كتيره قبل كده مع سياده الرئيس والدوله المصريه، ان شاء الله باذن الله تتجاوز التحدي. حوار واضح مع ابنائه، مع اهله، مع شعبه، وهو معودنا ان هو قريب الرئيس مننا ومن الشعب عموما، يعني في كل المناطق. شفناه قبل كده مع اهل سينا، شفناه هو بيفتتح المدن سوهاج الجديده، المنيا الجديده، المنصوره. هو بيتجول في ربوع الوطن المصري قريب، بيسمع من الناس. التنميه ستصل الى اقصى مكان في مصر. مشروع التنميه ان شاء الله مستمر، ده مشروع كبير. دوله تنمويه بتبني دلوقتي حاجات ممتده للمستقبل، بتحل اشكاليات كبيره جدا. في تحديات كبيرة نعم احنا معترفين بيها شايفينها، ولكن بالروح اللي هي اللي موجودة والاستقرار والتحدي اللي متعودين عليه، وكلنا كشعب وكدولة ان شاء الله مع بعض، ومش مستمعين لأي أصوات هي بالنسبة لنا بتهد في الدولة المصرية، أو تحاول ان هي تفط يعني من عضدنا، أو ان هي تحاول تكسر من عزيمتنا في المشروع اللي احنا ان شاء الله هنحققه ونعبر بيه. ده بالنسبه للجزء بتاع بالنسبه للحوار. طبعا الرئيس النهارده طبعا يعني اعطى اشاره قويه جدا، وحابب من منبرك ده اتوجه بالشكر الخالص لسياده الرئيس على ايفائه بالوعد. طبعا موضوع الحوار الوطني ده من محطه من المحطات انا بعتبرها انجاز من انجازات 30 يونيو. وطن واحد وهدف واحد، بنصنع أرضية مشتركة، بنبني تنمية سياسية حقيقية، بنحط الموضوعات اللي احنا بالنسبة لنا بنخرج من نوعية سياسة أخرى، اللي فتح المجال العام بشكل كبير جدا، حوار بلا خطوط حمراء، استوعب الجميع، مفكرين ومثقفين وأحزاب ومعارضة وموالاة وأصوات عاقلة وأخرى غير عاقلة أيضا، ولكن احنا يعني استمعنا البعض، دينا فرصة إن الجميع يسمع الجميع. و احنا النهارده امام محطه مهمه بقى، يعني احنا انا كان عندي يقين ان السيد الرئيس لما بيدي وعد بينفذه، دائم الوفاء بوعوده، ما بيقولش حاجه هو مش دارسها كويس. فانا كنت شايف ان دي محطه من المحطات الاساسيه، ان هو النهارده بصراحه يعني اسلج صدورنا ان هو بالنسبه له وفى بوعده، هو متابع الحوار بشكل جيد جدا. بنشكر برضو مجلس الأمنة والحوار على مجهود أكثر من رائع على مدار فترات طويلة جدا. صحيح. الناس اللي حضرت، عشرات الموضوعات، وخصوصا الأحزاب الجادة اللي اهتمت بإخراج توصيات. فتعتبر احنا بالنهاردة بنعبر لمرحلة جديدة اترسمت فيها ملامح السياسة في مصر، ملامح ان احنا كلنا توافق وطني بيتكون على رؤى. حتى النقاط اللي احنا مختلفين فيها هي بتترفع كلها، زي ما حضرتك كنت عارض من شويه ان في اكثر من راي فيما يتعلق بقضيه الشكل الانتخابي، كل راي ليه وجهته وليه ما يبرره، بنوزن منها ونشوف المصلحه اللي هي تحقق مصلحه المواطن، مصلحه التنميه. صح. السياسيه في مصر، وان شاء الله ربنا يوفق في اختيار سليم. دي عايزين نقول هي دي الطريقه القادمه اللي عايزين نتعامل بها مع الملفات. عقل هادئ موضوعي بيوصل الرسائل بشكل صحيح، بتتعرض، بنبدا نشوف المصلحه
اللي احنا هتوصلنا للصوره فين. وده ربط كبير جدا النهارده، يعني المخرجات اللي هتخرج دي مثل صوره كبيره جدا للمواطن. انت عندك موضوعات اتكلمنا فيها شديده الاهميه، الجزء الاجتماعي، مجلس اعلى للتعليم، حاجات متعلقه بحريه المعلومات دي منتهى منها، مفوضيه ضد التمييز، انت مناقش قضايا متعلقه بالتضخم، قضايا متعلقه بالموازنه، قضايا متعلقه 19 والاستثمار والديون والثقافه والهويه والخطاب الديني. يعني في، يعني انا شفت الحقيقه ما اقدر اقول مئات الموضوعات اللي تم المناقشه فيها. يمكن نائبة اميره صبر كانت بتتكلم في انه هناك 1000 ورقه او يزيد بتتم مناقشتهم من خلال مجلس الامنه علشان يتم رفع التوصيات للرئيس. انا بشكرك جدا يا دكتور هشام، كل الشكر دكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الاصلاح والتنميه.